الاليات المتعلقه موارد المحليه في الجزائر باكفال في, في الجزائر وذلك في اطار الدعم الجديد ان تنفيذ برنامج الدعم تسير المدينه العموميه وتعبئه الموارد المحليه في الجزائر لو باكفال يمثل الالتزام القوي للحكومة الجزائرية بإصلاح تسييرنا للمالية العمومية وتعبئة المزيد من الموارد المحلية ونحن مقتنعون بأن هذا البرنامج سيساهم بلا شك إسهاما كبيرا في إرساء الحكم الرشيد للمالية العمومية. Le projet pour la gestion des finances مشروع دعم الإدارة المالية العامة وتجنيد الموارد المحلية في الجزائر والذي يتم تسييره بالشراكة بين وزارة المالية الجزائرية والوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية والاتحاد الأوروبي يعد مشروعاً في غاية الأهمية إذ يتمحور حول ثلاثة أهداف رئيسية في مجال إدارة المالية العامة وهي تعزيز انضباط الميزانية والتوزيع الأمثل للموارد العمومية بالاضافه الى تحسين فعاليه الخدمات المقدمه من قبل الدوله